معنا مباشرة السيد عبد الله مسعد الرئيس التنفيذي لسيراميك رأس الخيمة، أهلا وسهلا بك معنا، ونتائج إيجابية وجيدة نهنئكم عليها، وزيادة لافتة في الإيرادات، زيادة كبيرة يعني لم تحدث ربعيا في تاريخ الشركة، ما الذي حدث؟ أول شيء بشكركم لاستضافتنا، وبالنسبة لنا الحمد لله مثل ما بتعرف من أكثر من 30 سنة نحن بضاعتنا متوفرة بأكثر من 150 دولة بالعالم. بالفترة اللي مرقت كانت فترة صعبة بالنسبة للمصنعين بالعالم، وبالنسبة لنا الحمد لله بوجودنا بالإمارات العربية المتحدة كإنتاج بينا بالرغم من سلاسل الإمداد كانت صعبة، بالرغم من الطاقة بتعرف مشاكل الطاقة اللي صارت بأوروبا للمنافسين اللي موجودين، زاد الطلب على المنتجات سيراميك رأس خيمة الحمد لله، وقدرنا بوجودنا بسوق الإمارات نمينا بشكل ملحوظ بسوق السعودية بسوق الأوروبي بالتصدير بالهند وبنغلاديش. الحمد لله كان رغم الصعوبات قدرنا نحافظ على كفاءة عالية بالإنتاج وقدرنا نورد بهالفترة هاي. مثل ما تفضلت وصلنا بإيرادات تخطى 32%. نحن استحوذنا على شركة كمان بألمانيا كلودي بآخر شهر 5، هذه أضافت 50 مليون درهم للإيرادات. إذا منشيلها بتكون الإيرادات إذا نحكي لايك فور لايك 25% نمو عن سنة الماضية. جيد. لديكم كثير من المبادرات على مستوى رفع الكفاءة المالية والأداء المالي تم تحقيقها في الربع الأول من العام، إلى أي مدى استمرت هذه المبادرات وما هي طبيعتها؟ طبعا أنت نحن بالنسبة لنا مصنعين عندنا تصنيع وتوزيع، يعني بالنسبة لنا بالتصنيع عطول كسياسة شركة نحن مستحوذ على أحدث التقنيات لنجرب نزيد الكفاءة ونزيد ترشيد استهلاك الطاقة. بالنسبة لنا هيدي شغلة مستمرة، وطبعا بالحرب اللي صارت بأوكرانيا وروسيا بعض مواد الأولية اضطرينا نغيرها لبلاد أقرب حسب كلفة الشحن أو تكاليف الشحن اللي هي زادت بشكل ملحوظ. الحمد لله بالكفاءة الموجودة عندنا وب الدراسات الموجودة قدرنا نحافظ على كلفة إذا بدك رشيدي، نقدر نصنع أفضل المنتجات بما يرتفع كلفة الإنتاج بشكل قوي. بالنسبة للتوزيع بتعرف قدرنا وبالصالات الموجودة عندنا المنتشرة، عندنا آخرها فتحنا صالة بلندن، قدرنا انه الحمد لله نبيع ويكون في عنا هامش ربحي. اذا بتيجي بتشوف هامش الربح اللي عنا كمان نعم. هو من الافضل تقريبا. نعم، يعني دعنا نتحدث عن الهامش الربحي بالارقام. نعم، اذا يعني مثل ما تفضلت برضه نحن عنا هامش ربحي تقريبا 38%. اذا بتشوف سيراميك رأس الخيمة نحن في عنا السيراميك كبلاط، في عنا الحمامات، في عنا أطقم الماء اللي هو الراك بورسلين تيبل وير، اللي هو حقيقة نحن متوفرين بأكثر من 20,000 فندق حول العالم. زاد الطلب بشكل كتير قوي خاصة بعد انحصار جائحة كورونا، ونحن مبيعاتنا أكثر من 50% بأوروبا. زادت مبيعاتنا بنسبة 70% بهذا البزنس الحمد لله. وبالنسبة كمان مثل ما قلت لك الخلاطات اللي موجودة الحمد لله الطلب كان موجود، وقدرنا بالنوعية وبالتميز اللي نحن عنا إياه بمنتجاتنا قدرنا نزيد هامش الربح رغم مثل ما قلت التحديات الموجودة بهالفترة. نعم سيد عبد الله، يعني الحرب الروسية الأوكرانية أيضا أفرزت واقع جديد فيما يتعلق بتعطل سلاسل الإمداد والتوريد، وأنتم موجودين في حوالي 150 دولة كما تفضلت وذكرت، إلى أي مدى أثر ذلك أيضا عليكم وتستصحبونه ضمن التحديات؟ 100%. إذا منشوف بس زيادة كلف النقل على شركة تخطط 50 مليون درهم بأول 6 أشهر،
المشكلة بداية كانت حتى صعوبة بتوفر المطرح للكونتينر أو للباخرة المواد الأولية. الحمد لله نحن اليوم مع أنه أكيد مؤخرا لاحظنا إذا بدك انخفاض بسيط ولكن انخفاض أقله، والأفضل من الانخفاض هو توفر الحاويات أو البواخر الموجودة. كانت فترة صعبة بس الحمد لله قدرنا تخطيناها. بالنسبة للفريق العمل اللي موجود كان كتير كنا كتير مركزين لنستمر بكفاءة بالإنتاج، والحمد لله الإنتاج والتسليم. وبتعرف بالأوضاع الصعبة أي زبون أو أي أند يوزر بهمه ريلايبل سبلاير، يعني بهمه يعتمد على المورد اللي عم يورد له. الحمد لله نحن صيتنا وقدرنا نكون نستمر بالتوريد وما نخزل زبائننا. جيد، في ظل تنمية محفظاتكم وتحسينها قمتم بعملية الاستحواذ الأخيرة كلودي الألمانية بنسبة 100%. هل في البال عمليات استحواذ أخرى في ظل هذه الاستراتيجية؟ إذا أنت انتبهت بنفس الوقت نحن كمان استحوذنا على 37% إضافية. نحن بالراك بورسلين بنملك 50% كشركة، بهالربع استحوذنا على 37% وإن شاء الله مكملين بالاستحواذات فيها. كمان نحن بهالربع مضينا اتفاقية مع ينبع لإنشاء مصنع بالسعودية، أخذنا إذا بدك الأرض، يعني مضينا عقد استثمار. وبنفس الوقت نحن كمان عم نكبر مصانعنا ببنغلاديش. وكشركة مثل ما قلنا قبل نحن مستمرين بسياستنا اللي هي النمو، وأي فرصة بتصير عنا أكيد بنطرحها مجلس إدارة. ونحن رايحين إذا بتشوف إيراداتنا تقريبا 100% جاية من الكور بزنس اللي هو الشغل الأساسي اللي عندنا، اللي هي سيراميك، حمامات، أطباق مائدة وخلطات. نعم، هل مصر في أجندتكم توجه كثير من الشركات الإماراتية للاستثمار هناك؟ لك أكيد مصر هي وجهة حلوة ومهمة وفيها نمو، ونحن على طول نتطلع. وإن شاء الله مصر أو غير بلاد مثل ما قلنا بالسعودية، مصر أو حيالها مطرح بالعالم، لما يصير في عنا فرصة أكيد منعلنها وما رح نقصر. جيد، سياستكم للتوزيعات معلنة على مدار العام حتى العام 2022 10% وعشرة فلوس، لكن لديكم سياسة تعديل توزيع الأرباح، على ماذا تستند؟ لك ما عنا يعني حقيقة إذا أنت بتشوف من وقت اللي من سنين لليوم حافظين على سياسة توزيع الأرباح. سياسة توزيع الأرباح اللي كانت عندنا هي توزيع أقله 60% من الأرباح. نحن سنة الماضي عملنا تعديل عليها، حطيناها أقله 60% بثلاث سنين. هاي هي السياسة. وبالنسبة لنا كمان عدلنا لنصير نوزع كل 6 شهور. وبتعرف بخلال هالكوارتر يعني نحن عملنا استحواذين إذا بدك تقول، وبقينا مجلس الإدارة أقر توزيع 10 فلوس لأول 6 شهور من هالسنة. نتمنى لكم التوفيق. أشكرك سيد عبد الله مسعد الرئيس التنفيذي لسيراميك رأس الخيمة. شكرا لك.